بسم الله الرحمن الرحيم. المترجمين جاهزين؟ أوكي تمام. نرحب بكم في هذه المحاضرة العامة، الندوة العامة التي اعتدنا أن نخصصها على هامش الحلقات البحثية التي نجريها في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق. وهذه الندوة ستكون حول المرأة والمعرفة الدينية، غياب أم تغيب. نعتذر أولا عن التأخير لأسباب مرتبطة بخارج عن إرادتنا. نجيب التي ستحدثنا عن مفهوم النبوة، وخاصة مفهوم أمهات المؤمنين ودورهن في إنتاج المعرفة. فلتفضل مشكورا. كل متحدث سيأخذ خمس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتذر أولا عن الحديث باللغة الإنجليزية، فالورقة البحثية التي قدمتها كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية، وأيضا أنا أعمل بجامعة في بريطانيا، فيعني اللغة العلمية المستخدمة هناك هي اللغة الإنجليزية. سأحاول ترجمة بعض المصطلحات المهمة والاستشهاد بالآيات باللغة العربية. إذن سنتحدث عن الخطاب المعاصر والذي يرمي إلى المحافظة على تميز الذكور كهكاك أنساق التمييز على أساس النوع، والتي ينظر إليها على أنها ضمن التقاليد الدينية، وكذلك الخطاب النسوي خصوصا العلماني منه، والذي حاول أن يضع عملية التمييز الجندري في إطار الإرث الديني المرتبط بالتقاليد الدينية المختلفة، الغربية منها وغير الغربية. إذن هذه المقاربة النسوية العلمانية هي تنظر إلى هذه الجذور وعلاقتها بالإله والوحي والنص والنبوة، وحسب الحركة النسوية للقرن العشرين هذه المفاهيم الأساسية تم التركيز عليها من قبل مفاهيم، والتي لم تشكل فقط الخطاب اللاهوتي. المفاهيم الذكورية لا تشكل فقط الخطاب اللاهوتي، وإنما كذلك تشكل المتخيل الثقافي إذن بصفة عامة، وبعد ذلك تؤثر على حياة المرأة من حيث المواقف، إن لم يكن الأمر كذلك يتعلق بالأعراف من خلال ما أصبح تياديا داخل الثقافة. إذن في نهاية القرن العشرين فإن المرأة في الديانات السماوية، إذن المرأة في هذه الديانات السماوية تتبنى وتطور ما يسمى بحركة النسوية، والتي تنفتح على أصوات غير علمانية، والتي تتحدث بصوت عال ضد احتكار الذكر على حساب الرسالة الإلهية. وفي الجانب الآخر فإن المرأة تحاول أن تكسر هذه العملية، عملية الاحتكار، وهنا اقتباسا لمصطلح الذي استخدمه خالد أبو الفضل. إذن هناك ماري ديلي المختصة في اللاهوت، والتي هي معروفة بقولها إذا كان الله أو الإله ذكرا فإن الذكر إلها. إذن هذه الفكرة التي تشرحها ماري ديلي، والتي تعكس هذه المسألة التي مترسخة بشكل خاص في المسيحية، حيث أن هناك تخوف بأن تحظى المرأة بسلطة مساوية لسلطة الرجل، وبالتالي فإن النظر إلى هذه المسألة من منظور، وهناك ارتباط ما بين المفاهيم العقيدية وكذلك الأنساق الثقافية التي تتشكل من خلال الخطاب الديني.
وهذه تعتبر دعوة من قبل الحركة النسوية خصوصا من خلال التراث الديني. وهنا أقول وما سأحاول أن أعبر وأتأمله في هذه المداخلة هو أنني أتعاطف مع الحركة النسوية الدينية والأفكار التي ترتبط بهذه الجوانب النسوية أو الذكورية الأبوية. إذن الإسلام النسوي لقد أظهر أن هذه المفاهيم المرتبطة بالإله هي محايدة جندريا، وبالتالي فإن الإله ليس ذكرا، وبالتالي لا نحتاج أن نواجه هذه المشكلة كنساء مسلمات. لكن هناك مفاهيم تتعلق بالسلطة والنبوة والتي يتم تشكيلها وتأطيرها في خطاب يعتمد على الذكورة أو الأنوثة. إذن أريد أن أتحدث عن هذا المفهوم من خلال استكشاف كيف أسس القرآن فكرة الأمهات المؤمنين. أولية تظهر أو الخلاصة أو المحاججة التي نريد أن نقدمها تقول أن مفهوم النبوة وعلاقته بالنبي محمد خصوصا في القرآن من خلال الآية رقم 33، سورة رقم 33 سورة الأحزاب، حيث أن المفسرين اهتموا بهذه السورة لأنها لا تبرر قراءة لهذا الإرث أو حتى للنص القرآني على أنه بشكل أساسي يرسخ النبوة على أنها تعتمد أو ترتبط بالذكورة أو بالأبوية أو ما إلى ذلك. إذن سورة الأحزاب هذه تعتبر مهمة حيث أنها تسلط الضوء على مرحلة مهمة في المدينة المنورة. إذن كانت في السنة 65، وحيث كانت هناك إشارة إلى لحظات مهمة وأحداث التي وقعت في هذه المرحلة، وهي تتحدث كذلك عن موقعة الخندق، وهناك الكثير من التشريعات وكذلك التغييرات التي ظهرت في هذه الصورة، بما في ذلك الإشارة إلى وقف مسألة تبني الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه زيد بن حارثة، وكذلك لدينا كذلك آية التخير والحجاب وربطها بأمهات المسلمين أو المؤمنين. وهنا أريد أن أطلعكم بآيات مختلفة في هذه السورة والتي تجعل منا أننا نحتاج أن نعيد التفكير بفهمنا للنبوة في الخطاب القرآني كما هو الشأن بالنسبة للتقاليد الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى، آية رقم 6 من سورة النبي، أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهناك كذلك الآية الأخرى فيما بعد، الآية 32، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وبعد ذلك تأتي الآية الأخرى بعد طلب الرسول من النساء بأن يتصرفن بطريقة معينة، إنما يريد منكم الله أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. إذن عندما يتعلق الأمر بالإشارة إلى التطهير، التذكر واستظهار ما هو مذكور في آيات الله، وكذلك الجنوح إلى الحكمة، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن الله كان لطيفا خبيرا. وبعد ذلك هناك بضعة آيات أخرى تتحدث عن فكرة، ما كان محمد أبا أحدكم من رجالكم وإنما رسول الله وخاتم النبيين. وفي الآية 53، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
أزواجه من بعده. إذن هذه تعتبر كلها توصيفات مثيرة للاهتمام، إعادة تشكيل هذا الفكر الذي نفهم. Important symmetry, تناظر. تناظر مهم من حيث الأسلوب، وهو يرتبط بالفكرة التي تقول إن الرسول هو أب لأي رجل آخر، لكن يتم تحديد على أن النساء هم أمهات المؤمنين. هناك الربط ما بين تحديد نسائه على أنهن أمهات المؤمنين وعلى أنهن لا يتزوجن من رجل آخر بعده. الكثير من التعليمات التي توصل بها هي تعتبر من التعليمات التي تؤدي إلى تطهيرهم كنساء بيت النبوة، وهذا واضح لنتذكر ما تم أو ما يتلى في بيوتكن. إذن التذكير بما يتلى في بيت النبوة، بمعنى عندما نحاول استقراء القرآن فيما يتعلق بألفاظ هذه الآية، فإننا في هذه الحالة نجد آيات تقوم بوصف وذكر الرسول بنفس المعنى. بمعنى في سورة البقرة نجد إشارات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعوات إبراهيم، وربنا ابعث فيهم رسول يعلمهم الكتاب والحكمة. وفي نفس السورة سورة البقرة بعد آيات بعد ذلك هناك توصيف للرسول صلى الله عليه وسلم، رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن هناك تناظر آخر في هذه الصورة، ليس فقط ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوته للمجتمع والتي تم رفضها، وكذلك وتأسيس لزوجات الرسول على أنهن أمهات المؤمنين. هنا نرى بأن زوجات الرسول تم توصيفهن بطريقة متشابهة بما طلبه الرسول، أو من الالتزامات التي طلبها الرسول هو تذكر الآيات التي تتلى في بيوتهن وكذلك الحكمة. إذن هذه التناظرات من الناحية اللغوية، تناظرات لغوية تشير إلى أهمية الفكرة، فكرة أمهات المؤمنين على أنها ترمي إلى المحافظة على هذا الإرث، حيث النبوة. ما هو مثير للاهتمام فيما يخص بالحركة النسوية ما بعد الحداثة، لدينا مجال دراسة يتعلق بالحركات النسوية وتركز على الأمومة، وهذه قضية مهمشة في الدراسات الفلسفية المعاصرة. ما يتعلق الأمر بهذه الحركة النسوية، تنظر إلى دور المرأة من الناحية الرمزية، وكذلك لها علاقة بالأمومة والعلاقة ما بين المرأة والمجتمعات وأفراد آخرين من خلال التركيز على المستقبل، وكذلك تشكيل مستقبل أفراد والأسر والمجتمعات. إذن تأسيس الأمومة، أمومة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب والتي كانت في نهاية البعثة، هي إشارة إلى فكرة مفادها على أن هناك إرث سيتم نشره من قبل أمهات المسلمين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. بإمكاننا أن نفهم هذه المسألة أو حتى قراءتها في إطار قواعد السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي حملت إرث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلها لعدد من الأحاديث النبوية. ويمكننا أن نرى هذه المسألة على أنها تلقى صداها في الأفكار المترسخة في أصول الفقه وقدرة المرأة على الاجتهاد والمساهمة في إنتاج المعرفة الدينية دون ما التمييز ما بين المرأة والرجل. إذن في الختام ما أريد أن أقوله هنا هو أننا نحتاج إلى أن نفكر ربما
نفكر بمفاهيم النبوة وأن نفكر إن كنا نفكر بدور المرأة في إنتاج المعرفة، حينها نحتاج أن نطبق ربما ما يسمى بالهيرمنيوتكس أوف كونفيدنس، وهي نظرية التأويلية اللغوية التي هي بعيدة عن التشكيك بالنص. والطريقة التي نقرأ بها ليس كتأسيس لبعد أبوي ذكوري، وإنما هو مذهل في النص القرآني، هو أن فكرة الرسول على أنه ليس أباً. بإمكاننا أن نقرأ هذه المسألة، وبإمكاننا أن نقوم بالكثير من الأعمال في هذا الجانب. وحتى ألخص، بإمكاننا أن نرى إمكانية لفهم دور المرأة على أنها تحمل الإرث النبوي. Women introducing. Thank you very much. المعرفة الإسلامية. شكرا جزيلا. فاروق نجيب، الأستاذة في جامعة سوس، جامعة لندن. لانكستر. أوكي. في لانكستر حدثتنا عن أمهات المؤمنين وإرث النبوة. ننتقل الآن إلى الدكتورة زاهية جويرو، الأستاذة في أستاذة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات في منوبة في تونس، ستحدثنا عن النساء في التاريخ الإسلامي. شكرا، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا سأتحدث عن النساء والمعرفة الدينية عبر التاريخ، وسأبدأ بجملة من المقدمات ومن الفرضيات. فعندما نتحدث عن النساء والمعرفة الدينية عبر التاريخ، قد يذهب في الظن أن وضع النساء إزاء المعرفة الدينية قد يخضع لنسق تاريخي قائم أو محكوم بمبدأ التطور، وأن معرفة النساء الدينية تطورت عبر الزمن وانتقلت من وضع أدنى إلى وضع أرقى، اعتبارا لأن هذا النسق هو النسق الذي يحكم وضع المعرفة البشرية بصفة عامة. فكل جيل يتلقى عن الأجيال السابقة المعرفة ويضيف معرفته الخاصة ليكون حظ الجيل الذي يليه أفضل من حظ الجيل الذي قبله. ولكن بالنسبة إلى هذه المسألة، أنا أفترض أن وضع النساء المسلمات إزاء المعرفة هو وضع تحكمه مجموعة من الوضعيات الجزئية، ولا يحكمه نسق التطور التاريخي. وضعيات معرفة النساء الدينية يمكن أن نتحدث فيها عن وضعية الصمت أولا. وضعية الصمت تعني غياب المعرفة، غياب الوعي بالحاجة إلى المعرفة، وانعدام الموقف المعرفي. فهناك حالة صمت تجعل عددا من النساء في الماضي وكما هو الشأن في الحاضر لا يعين بالحاجة إلى إنتاج معرفة، إلى أن ينتجن بأنفسهن معرفة دينية. الوضعية الثانية هي وضعية التلقي، وضعية المعرفة المتلقات، يعني أن النساء يقتصرن على تلقي المعارف السائدة عبر الوسائل المعروفة، التعلم وغير ذلك، وإعادة إنتاج هذه المعرفة المتلقات. الوضعية الثالثة هي وضعية ما يمكن أن نسميه بوضعية المعرفة المبتنات. فتبدأ النساء في التفكير في المعرفة التي يتلقينها، ويبدأنا في وضع شيء من المسافة النقدية بين المعرفة التي يتلقينها، ويبدأنا في بناء معرفة خاصة بهن يظهر من خلالها صدى الوعي الفردي وصدى المكون الفردي، البعد الفردي في هذه المعرفة المبتنات التي تنتجها النساء. هذه المعرفة التي تبنيها النساء فيها
صنفان. هناك أولا المعرفة الإجرائية، معنى ذلك أنها معرفة ترتبط بأسئلة عملية وتحاول أن تقدم أجوبة على أسئلة يعني ذات بعد عملي، لها علاقة بالواقع، لها علاقة بقضايا المعيش وغير ذلك. ونلاحظ أن هذا النوع من المعرفة الإجرائية بدأت تنتجه يعني خاصة يرتبط خاصة بالفترة الحديثة والمعاصرة، عندما بدأت النساء تنتجن معرفة يحاولن من خلالها الإجابة على الأسئلة التي تخص أوضاعهن واقتراح حلول من داخل المنظومة التشريعية، من داخل المنظومة الدينية لتلك الأسئلة التي يطرحنها. ولكن الغالب على هذا النوع من المعرفة أنها معرفة إجرائية، معرفة تخص قضايا متعددة ولا تشكل يعني منظومة. بينما نصل في مرحلة أخرى وخاصة وهذا في الحقيقة مخصوص بالفترة المعاصرة إلى ما يمكن أن نسميه معرفة دينية نسوية نسقية، يعني أن هناك منظومة لها منطلقاتها المعرفية والفكرية، لها أدواتها المنهجية، لها قضاياها، ولها الأهداف التي تريد أن تصل إليها. وسأتحدث عن مثال لهذه المعرفة الدينية النسوية النسقية، مثال المعرفة التي تنتجها حركة مساواة، حركة تعمل من أجل إقرار العدالة والمساواة في صلب الأسرة المسلمة. إذن سأعود إلى هذه الوضعيات المختلفة، وضعية النساء إزاء المعرفة الدينية، وقلت هي وضعيات ليست مرتبطة بالنسق التاريخي دائما، فيمكن أن تتعايش أكثر من وضعية في الفترة التاريخية الواحدة. مثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فترة الإسلام المبكر، نلاحظ أن الموقف المعرفي الغالب على النساء هو موقف الصمت، يعني عدم الوعي بالحاجة إلى إنتاج معرفة خاصة بهن، لأن هذه المعرفة كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدمها لهن. ويمكن أن نأخذ بعض الأمثلة على دور النساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المحيطين به ممن كان لهن أثر في إنتاج نوع من المعرفة. أذكر على سبيل المثال السيدة خديجة رضي الله عنها ودورها في تثبيت فؤاد الرسول، وما كان للسيدة خديجة أن تثبت فؤاد الرسول وأن تقول له أنت لست بمجنون ولست بشاعر كما شكى لها عندما تلقى في تجربة الوحي التي كانت شديدة عليه، فثبتت فؤاده وقالت له أبشر واثبت إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وأعتقد أن ما كان للسيدة خديجة من معارف تلقتها من محيطها حول النبوة هو الذي أعطاها ذلك اليقين بأن التجربة التي حدثها عنها الرسول هي تجربة نبوة وليست حالة وليست من الحالات التي اشتكى لها منها. كذلك نلاحظ دورها في تثبيت الرسول وفي تثبيت دعوته عندما سارت خلفه وقد دعاه الله إلى أن ينذر عشيرته، خرجت خلفه وكانت تثبته في إعلان هذه الدعوة. وما كان يمكن أن تقف هذا الموقف لولا نوع من الوعي بالحاجة إلى هذه المعرفة الجديدة التي يقدمها لها الرسول في هيئة الوحي. ثم المثال الثاني الذي أريد أن أقف عنده لأنه يقدم نموذجا آخر من المعرفة التي أنتجتها النساء خلال هذه الفترة، هو نموذج السيدة عائشة رضي الله عنها في الفترة المدنية. وقد حصل تحول في وضع النبوة، الانتقال من وضع النبوة المبشرة إلى وضع النبوة الفاعلة من أجل تأسيس الدولة وتأسيس الأمة وغير ذلك. يعني كان
كان للسيدة عائشة دور كبير في ذلك من خلال حفظ ميراث الرسول وتحولها إلى محدثة، كان لها يعني الوضع الذي ذكره الرسول نفسه عندما قال، وبالرغم من أن الحديث يعني فيه ما يقال، ولكن عندما قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. إذن هناك إضافة إلى السيدة عائشة نجد في كتب الطبقات والتراجم حديثا عن عدد من الصحابيات، بلغ جاء في طبقات ابن سعد أن عددهن كان 29 و500 صحابية، منهن 94 راوية حديث، وكانت النساء يسألن الرسول، يعني خروج من وضعية الصمت إلى وضعية تلقي المعرفة وحفظ هذه المعرفة وتمريرها في مرحلة لاحقة إلى الأجيال الأخرى، تمريرها إلى الآخرين، وهذا هو الدور الذي قامت به الصحابيات المحدثات. في مرحلة أخرى أو في وضعية أخرى يمكن أن نلاحظ أن ظهور ما يعرف بنظرية التكليف، يعني التفريق بين التكليف بمعرفة الأحكام وهو فرض كفاية، والتكليف بالعمل بمقتضى الأحكام وهو فرض عين. هذا المفهوم، مفهوم التكليف، كان له أثر في تحديد وضع النساء إزاء المعرفة، فهذا المفهوم جعل طلب المعرفة مخصوصا بعدد من الأشخاص، لا أريد أن أستعمل التصنيف الجنسي هنا، ولكن كان مخصوصا بعدد من الأشخاص تسمح لهم أوضاعهم بأن يتفرغوا لطلب المعرفة، لأنه لا يمكن للجميع أن يتفرغوا لطلب المعرفة وللتفقه في الدين. الغزالي يقول لو حصل ذلك لضاع الزرع والحرث، يعني لا يمكن أن يتفرغ الجميع لطلب المعرفة وللتفقه في الدين. وما حصل تاريخيا هو أن من تفرغ للمعرفة وللتفقه في الدين وكان ذلك وراء نشأة الفقيه ونشأة المفتي ونشأة القاضي وغير ذلك هم الرجال، ولكن هذا لا يعني أن النساء صمتنا، بل إننا نقف في أصناف عديدة من المصادر، في كتب التراجم والطبقات، في تراجم العلماء، هناك معطيات كثيرة حول نساء برزن في المعرفة الدينية. أذكر مثلا يعني أستاذات الشافعي، الإمام الشافعي تحدث وذكر النساء التي تلقينا عنهن، التي تلقى عنهن العلم، كثير من العلماء مثله ذكروا أيضا في تراجمهم نساء تلقينا عنهن تلقوا عنهن العلم. إذن كانت هناك نساء ينتجن معرفة، هي صحيح من صنف المعرفة السائدة، ولكن وهنا يعني نطرح سؤالا، هل هو صمت أم إسكات؟ السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت هناك هذه الأعداد من النساء العالمات التي يخصص لهن كتب تراجم كاملة أو مجلدات كاملة من كتب التراجم، لماذا لم نقف على شيء من إنتاجهن؟ هل يعود الأمر إلى سلطة التدوين التي كانت سلطة ذكورية بالأساس؟ فكان المدونون يدونون فقه الرجال وكتب الرجال، ولكن يعني علم النساء لم يكن يحظى بفرصة التدوين. وأذكر لكم حادثة جاءت في كتب تراجم علماء المالكية في إفريقية، تتحدث تخبر بحديث الإمام سحنون عن ابنته خديجة بنت سحنون. معروف أن الإمام سحنون كان يخاف كثيرا من تولي القضاء، ورفض تولي القضاء لولا الضغط الذي تعرض إليه. فماذا كان يفعل؟ كان يضع ابنته خديجة وراء حجاب، وكلما أشكل عليه أمر كان يستشيرها من وراء حجاب، وكانت تدله على الحل أو على الجواب.
لكن بعد ذلك ماذا نجد؟ لم يتحدث الإمام سحنون أبدا عن ابنه وعن بروز ابنه في المعرفة مثل ما تحدث عن ابنته، ولكن ماذا نجد؟ نجد كتب محمد بن سحنون في التعليم وغير ذلك، ولا نجد شيئا مما يمكن أن يكون لخديجة بنت سحنون من معرفة، والأمر كذلك يصح على ابنة الإمام أسد بن الفرات أيضا، وهما من مدوني فقه الإمام مالك. إذن المسألة هل هو صمت أم إسكات؟ في الحقيقة نحن نميل إلى اعتبار أن هناك لا محالة وضعية الصمت التي كانت طاغية على العدد الأكبر من النساء، ولكن كان هناك أيضا وضعية الإسكات الناتجة عن أن علم المرأة لم يكن يعطى له نفس القيمة التي تعطى لعلم الرجال، ولعلكم تعرفون القول المتداولة: العلم ذكر ولا يحبه إلا ذكران الرجال. ولكن أعتقد أن من النساء أيضا من كان عالما ويحب العلم. يمكن أن نتحدث أيضا عن يعني وضعية أخرى، هي كما قلت وضعية المعرفة المبتنات. عندما تبدأ النساء في بناء المعرفة، وفي تصوري أن هذه الوضعية ارتبطت أساسا بالفترة الحديثة والمعاصرة، ولكن هي ليست خاصة بالنساء، يعني وضع الموروث الديني على طاولة التفكر والنظر والنقد هو أمر وليد مرحلة النهضة أو وليد فترة النهضة. في هذه الفترة نحن نعرف كل ما قيل عن رواد النهضة وأعلامها من الرجال، ولكن ماذا نعرف عن رائدات النهضة وأعلامها من النساء؟ نجد يعني في كثير من المصادر أن أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهد ارتفاع الصوت النسائي في إطار الصوت النهضوي بصفة عامة. فهناك الصوت النسائي الذي يسعى إلى بناء معرفة إجرائية، وكان ذلك خاصة في من عمل الناشطات النسويات مثل هدى شعراوي، أعطي مثالا، أو باعتبارهن عالمات حاولن تغيير بعض الصور النمطية والتمثلات الخاصة بالمرأة. أذكر على سبيل المثال عائشة التيمور التي تقول عنها: مي زيادة وما خطر لي ذلك، وتعني الكتاب عن المرأة، إلا وصاحبه اسم شجي يحيا دوما بزفراته الحارة المنغومة، زفرات تناقلتها الأصداء يوم لم يكن للمرأة صوت يسمع. هناك وعي بأن المرأة كان يقع إسكاتها، وقدمت عائشة تيمور تأويلا للقوامة على أساس أنها لا تعطي سلطة مطلقة للرجال على النساء. أذكر أيضا نظيرة زين الدين، أذكر أيضا أعداد كثيرة، يعني حتى أربح الوقت لن أتأخر في ذكر الأمثلة. لكن هذه المهم أن هذه المعرفة هي معرفة إجرائية كانت تقدم مجموعة من الأجوبة ومن التصورات ومن الحلول التي تخص وضعيات لها أثر إجرائي وعملي في واقع النساء، مثل قضية التعليم، مثل قضية السفور والحجاب، مثل قضايا يعني خروج المرأة إلى العمل إلى غير ذلك. كان للنساء مساهمات في إنتاج معرفة دينية تخص هذه المسائل. المرحلة الأخيرة أو الوضع الأخير هو وضع إنتاج المعرفة النسقية، وكما قلت المعرفة النسقية أقصد بها أنها معرفة تنبني في إطار منظومة، ونتحدث عن منظومة يعني أن لها منطلقات فلسفية وإذا شئنا حتى تيولوجية، من بينها مثلا منطلق الإقرار بأن الصفة الأساسية لله سبحانه وتعالى وهي صفة العدالة تمنع من أن يرتكب أي ظلم ضد أي أحد باسمه أو باسم شريعته. هناك منطلقات فلسفية، منطلقات تيولوجية أو عقائدية إلى آخره. هناك أدوات منهجية تقوم على
تخير مجموعة من الأدوات المنهجية والإجرائية من التراث الإسلامي في مجال الفقه وأصوله خاصة، وأدوات منهجية مستمدة من المعارف الحديثة، المعارف اللسانية والأنثروبولوجية والسوسيولوجية وغير ذلك. هذه المعرفة النسقية تطرح مواضيع هي المواضيع ذات الصلة بأوضاع النساء وذات الصلة بالمعرفة الدينية ودورها في تشكيل وضع النساء. كيف كانت هذه المعرفة في الماضي تشكل وضع النساء طبقا للتصور الذكوري، وكيف يمكن لهذه المعرفة التي تنتجها النساء أن تعيد تشكيل واقع النساء طبقا لطموحات النساء ولتطلعاتهم إلى المساواة وإلى العدالة. هذا يعني إجمالا ما يمكن أن يقال حول النساء والمعرفة الدينية. شكرا لكم. شكرا دكتورة زاهية جويرو على هذه الإطلالة التاريخية الواسعة. ننتقل الآن إلى دكتور أحمد العدوي، الأستاذ المساعد بكلية الإلهيات في جامعة شومو في تركيا، سيحدثنا عن النساء المؤلفات. سنبحث معه عن كتابات النساء التي نفت الدكتورة زاهية وجودها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك في التاريخ التراث العربي كان لسان النساء والمتحدث باسمهن دائما كانوا من الرجال، ولم يكن حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما دونت زينب بنت علي فواز الشامية الأصل والمصرية المولد كتابها المعروف بالدر المنثور في طبقات ربات الخدور. كتب الجاحظ كتابا عن النساء تبقى منه شذرات من المقدمة أو صدر الكتاب. ابن الجوزي كتب في أحكام النساء، وأحيانا ينسب هذا الكتاب لابن قيم الجوزية. كتب السيوطي كتابا بعنوان نزهة الجلساء في أخبار النساء، وكتب ابن الساعي كتابا عن نساء الخلفاء. لكن المرأة حقيقة لم تكتب عن بنات جنسها. هذه الظاهرة استرعت انتباه عدد من الكتاب القدامى منهم والمحدثين. مثلا ابن أبي الوفاء القرشي في مقدمة كتاب النساء في كتاب تراجمه عن تراجم الحنفية المسمى الجواهر المضية، له تفسير في قضية ندرة النساء، لكن الفقيهات، يعني هو قصر حديثه عن الفقيهات، لكن يمكن تمديد هذا الحديث عن النساء العالمات والمؤلفات خاصة. يقول ابن أبي الوفاء: هذا كتاب أذكر، هذا كتاب مقدمة كتاب النساء، هذا كتاب أذكر فيه من وقع لي من العلماء النساء من أصحابنا، ولم يقع لي إلا القليل جدا. يعني أذكر الفحوى؟ تمام. هذا كتاب أذكر فيه من وقع لي من العلماء النساء من أصحابنا، أصحابنا هنا يعني الحنفية، ولم يقع لي إلا القليل جدا. هذا كلام ابن أبي الوفاء. ولا شك أن مبنى حال النساء على الستر، هذا تفسيره، ولذلك أمرنا بالقناع في الصلاة وستر أعضائها، وترفع يديها إلى منكبها لا أذنيها، وتجلس في الصلاة متوركة إلى آخره. ثم قال: وليس عليهن حضور الجماعات، الشاب بينهن والعجوز على الخلاف المعروف، ولا تسافر إلا مع زوج أو محرم، وهن ممنوعات أيضا من الخلوة بالأجنبي، وهذه الأشياء كلها مانعة لهن من التعليم والتعلم، اللهم إلا تكون الواحدة منهن في قعر بيتها مستغنية بعلماء بيتها، يعني لم تخرج لطلب العلم، إلا أن يكون في بيتها من يعينها على الدراسة كزوج أو أب أو أخ أو عم إلى ما آخر. هو يقول حتى كزوج وعم وأخ وخال وجد وأب إلى غير ذلك من الألزام. هذا تفسير ابن أبي الوفاء لغياب النساء العالمات عن تراجم أو عن المذهب الحنفي. لكن كما قلت هذا الكلام يمكن أن يعمم بشكل إلى حد كبير. تمام. هناك تفسير آخر، يعني محمد رمضان خير يوسف جمع تراجم للنساء المؤلفات أحصيتهم في كتابه 36 امرأة تقريبا، أغلبهن صنفن مشيخات،
يعني جمعنا أثبات شيوخهن والرواية التي أشهر هذه المشيخات هي مشيخة شهدة الديناورية المتوفى 574 هجرية. تمام. محمد رمضان أيضا تعرض لأسباب هذه الظاهرة، ندرة النساء المؤلفات. لماذا؟ 36 امرأة فقط أحصاهن أو أحصاهن محمد رمضان في كتابه، وتحدث عن الأشغال المنزلية، فترة خصوبة المرأة التي تقضيها في تربية الأطفال وإلى آخره، أشياء من هذا القبيل. ثم قال شيء في ربما في يعني هو استنبطه في طبيعة المرأة، وهي أنها تحب السعي إلى العلم لا الحديث فيه. يعني هكذا قال أن من طبيعة المرأة أنها تسمع أكثر مما تتكلم. تمام. يوسف رابوبورت أعد دراسة عن الزواج والمال والطلاق في المجتمعات الإسلامية في القرون الوسطى. بدأ حديثه بأن النساء المتعلمات كان منهن وفرة في العصر المملوكي، شهد العصر المملوكي وفرة في عدد النساء المتعلمات، ولكن يا للدهشة، قليل منهن جدا، ولم يحصي إلا عائشة البعونية، قليل منهن جدا من ألفنا من صنفنا. تمام. كانت يعني كأن هذه مفارقة. قال العجيب أيضا أنني عندما نقارن بين الصين في عصر أسرة سونغ، وهو عصر أيضا شهد وفرة من النسوة المتعلمات في المجتمع الصيني، في سياق آخر كان لهن قليل من المؤلفات. أيضا المرأة أجازت في السياق الإسلامي، أجازت ونسخت الكتب وعلمت الرجال والنساء والأطفال وإلى آخره، لكنهن لم يصنفن. لماذا؟ علامة استفهام كبيرة، لماذا لم رابوبورت تفسيره يقول المجتمع المملوكي طبعا بعد أن عرج على قضية ندرة المؤلفات أيضا في السياق الصيني، أقول في مجتمع أعطى أولوية أو اهتماما كبيرا أو قيمة عالية بالنص، كانت تأليف فعل تمكن واقتدار، ذروة التخصص يعني، ونأت المرأة بطبعها عن هذا الأمر. هل نأت المرأة بنفسها أو أقصيت؟ الحقيقة في السياق الإسلامي يعني هناك تيار محافظ من الرجال يعني رأوا أن التأليف ليس من سمات المرأة، ليس من عمل المرأة. يعني مثلا نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله جنبهن الكتابة، هذا القول منسوب إلى عمر بن الخطاب. أنا لا أقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك، هذه الأخبار وأمثالها لا نجدها إلا في كتب الأدب غير مسندة وغير يعني مرسلة، أقوال مرسلة. جنبهن الكتابة ولا تسكنهن الغرف واستعينوا عليهن بلا فإن نعم تضريهن في السؤال. يعني قول، لكن بهذا القول وبأمثاله قال بعض الرجال أن التأليف والكتابة ليست من عمل النساء. قيل أيضا أن علي بن أبي طالب مر على رجل يعلم امرأة الخط فقال له أفعى تسقى سما، آسف لا، قال لا تزد الشر شرا، لا تزد الشر شرا. هذا القول وأمثاله طبعا نسب إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأنا لا أقول أنه قال ذلك، إنما على الأقل يعني تبادل الكتاب من الرجال مثل هذه الأقوال في قضية أن الصواب هو منع النساء من الكتابة. قيل، وهذا القول تجده في القلقشندي في صبح الأعشى، قيل أن بعض الحكماء مر على امرأة تتعلم الكتابة فقال أفعى تسقى سما، بهذا الشكل أفعى تسقى سما. ثم يقول يعني يرد في القلقشندي يقول ولله البسامي، البسامي هذا شاعر، ولله البسامي حيث يقول ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة، ولن أكمل البيت يعني من يرده يجده في صبح الأعشى، يعني إكماله فيه خروج عن اللياقة. تمام. إذن كان هناك تيار، ولا أقول عام يعني أنا أتحرز من التعميم، كان هناك تيار يرى أن التأليف والتصنيف وكتابة الكتب والرسائل ليس من عمل النساء، بل هو من عمل الرجال ومن سمات الرجال. حتى المنفلوطي في العصر الحديث نسب إليه قوله يا قوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس،
هذا القول قاله المنفلطي، وهذا المنفلطي محدث يعني ليس هذا. إضافة إلى هذا، قد نجد أو قد نجد أن زينب بنت علي فواز التي أسلفت الحديث عنها أنها كتبت كتاب في طبقات النساء أسمته الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، زينب بنت علي فواز لفتت نظري إلى يعني شيء آخر أو عامل آخر ربما لعب دورا في قضية يعني عدم أو الندرة النسبية في المؤلفات من النساء. قالت في مؤخر يعني في آخر المقدمة، مقدمة الكتاب يعني تلتمس العذر من القارئ، أنا لا أحفظ نصها اعذروني، قالت وكأنها تلتمس العذر من القارئ: أنا استقيت تراجم هؤلاء النسوة اللائي ذكرتهن في هذا الكتاب من كتب التاريخ العامة، طبري وابن كثير وابن خلدون ومن لف لفهم، أما كثير من الكتب حقيقة لم أستطع الوصول إليها لأنني كما لا يخفى من ذوات النقاب والحجاب. ها نعم، لفتت نظري زينب بنت علي فواز إلى أن حرية المرأة في الوصول إلى المكتبات العامة والكتب كانت منقوصة، بمعنى أنه لم تكن هناك مؤسسات مخصصة للنساء، كانت المكتبات الملحقة بالمساجد ومؤسسات التعليم يعني أماكن لا تستطيع النساء الوصول إليها، كيف يكتب أو كيف يؤلف من لا يستطيع الوصول إلى المصادر. حقيقة هذه الملحوظة لزينب بنت علي فواز في آخر مقدمتها جديرة بالتأمل، يعني إذا كان مثلا كتب أو المؤلفين القدامى يبدأون حديثا في مسألة قال فلان وقال فلان، لم تكن المرأة تستطيع الوصول إلى المصادر المؤهلة أو التي تستعين بها على كتابة الكتب بسبب عدم استطاعتها الوصول إلى المكتبات وإلى بعض المصادر والمراجع المتخصصة في الموضوع الذي تروم الكتابة فيه. هل يعني هذا أن لم تكن هناك مؤلفات من النساء في التاريخ الإسلامي أو التراث الإسلامي؟ كلا. الله تقضيت. تمام. يبدو أنه لم يبقى أمامي الكثير وأنني أضعت وقتا طويلا في الاستهلال أو في المقدمة، سأعرض يعني سأمر مرا سريعا لم يبقى أمامي إلا دقيقتين على أربعة من المؤلفات النساء. أولهن بنت الكنيزين النحوية، هذه المرأة ذكرها القفطي في كتابه في تراجم النحاة، وقال عنها أنها كانت امرأة نحوية وكانت لها مصنفات تعرف بها. ما هي هذه المصنفات؟ لم يفصل القفطي القول، كانت لها مصنفات تعرف بها. تمام، عرفنا أن بنت الكنيزين النحوية كانت امرأة وصنفت في الكتب. هناك امرأة أخرى نادرة وهي شهدة الدينورية، وشهدة تمثل تيارا عريضا من النساء المحدثات اللائي صنفنا مشيختهن، لكن يلاحظ على هذا التيار العام من النساء النسوة المحدثات اللائي صنفنا في المشيخات أنهن كنا حاملات رواية، بمعنى لم تكن من النساء مثلا امرأة مثل الحاكم النيسابوري على سبيل المثال، أو لم تكن من النساء امرأة مثل الخطيب البغدادي نظرت في علم الحديث وجرحت وعدلت، بل فقط كانت حاملات رواية. هنا ربما يعني، وأنا يعني أقول ربما أجتهد يعني برأيي، ربما لعبت سمة في عند المرأة دورا في كون المرأة كانت حاملة رواية أكثر من أي شيء آخر في العلم الحديث، وهي الميزة الطول النسبي للعمر، بمعنى جميع الكتب كتب التراجم التي ترجمت لشهدة الدينورية تتحدث عن سمة يمتزج بها هذه المرأة وهي أنها عمرت. ما معنى عمرت؟ طال بها أو طال عمرها، ويقولون وألحقت الأصاغر بالأكابر. ها، علو الإسناد كان سبب التفاف الناس حول شهدة الدينورية، علو الإسناد. شهدة نفسها العجيب أنها انتبهت إلى ذلك، يعني شهدة في مشيخة تقول في إحدى الروايات أنها بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ست رواة، وبين مسلم صاحب الصحيح المتوفى 261 هجرية ست رواة أيضا، فكأني تقول شهدة فكأني صافحت مسلم بهذا الحديث، كأنها وقفت في نفس المربع مع مسلم. إذن الطول النسبي طول أعمار النساء
النسبي لعب دورا في وهذه غاية كان يتوقعها المجتمع من المرأة المحدثة حقيقة، وهي الإسناد العالي، أقصر سلسلة ممكنة من الرواة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طول النسب الأعمار. النساء لعب دورا في هذا، ولهذا السبب ربما نجد النساء حاملات رواية أكثر منهن مصنفات أو منظرات في علم الحديث. هذا شيء. المرأة الثالثة التي أردت أن أنوه عنها وهي امرأة فريدة من نوعها، هذه المرأة تدعى ست عجم بنت النفيس. هذه المرأة أمية، أمية وصنفت، نعم غريب، أمية صنفت شرح المشاهد القدسية. كيف صنفت؟ حالة تعاون نادرة وغريبة جدا بينها وبين زوجها، وكان ابن خالتها أيضا ويدعى محمد بن محمد بن الخطيب، وهذا الرجل كان متعلما وظن بعلم زوجته، يعني قال لا أظن بعلم هذه المرأة على الناس. هذه المرأة شرحت كتابا معقدا من كتب ابن عربي محي الدين، وهو كتاب شرح المشاهد القدسية، ولها كتاب آخر اسمه شرح كنوز الأسرار. هذه المرأة نموذج عجيب جدا. يعني هذه المرأة رأت ابن عربي في المنام وأمرها بشرح الكتاب المشاهد القدسية، فشرحته كاملا إلا مسألة واحدة، قالت أن ابن عربي نفسه هو الذي أمرها بألا تتعرض لهذه المسألة. هذا نموذج نادر للمرأة. ربما يتساءل المرأة كم امرأة أمية عقدت دروسا في بيوتها أو في بيوتهن، كم امرأة يعني حدثت وإلى آخره، لكن لم يصنف أو لم ينقل النساخ كتاباتهن. ونعود إلى بنت الكنيزين النحوية التي كان لها مصنفات وتعرف بها، ولكن للأسف لم يصلنا حتى عناوين هذه المصنفات. آخر امرأة وهي عائشة البعونية. هذه المرأة يعني من النساء النادرات، ثلاثة في المصادر العربية بأكملهن اللائي ذيلت أو كتب في تراجمهن أنها أجيزت بالإفتاء والتدريس. لهذا التعبير أجيزت بالإفتاء والتدريس وقع خاص عند دارس الفقه. ما معنى أجيزت بالإفتاء والتدريس؟ أي كانت لها تعليقة في الفقه بالضرورة، بالضرورة كانت لها تعليقة في الفقه. لم يكن الفقيه يجاز بالإفتاء والتدريس إلا إن صنف تعليقة في الفقه. هذه المرأة العائشة البعونية أجيزت بالإفتاء والتدريس، لكن لا تتحدث المصادر عن التعليقة في الفقه ولا عن موضوعها. لكن إذا أجيزت بالإفتاء والتدريس فمعنى هذا أنها تلقت تعليما فقهيا عاليا عاليا، يعني إذا والقياس مع الفارق، يعني تصطيحا الإجازة بالإفتاء والتدريس تعادل درجة الدكتوراه حاليا، بل هي ربما أصلها كما يذهب جورج مقدسي. إذن عائشة البعونية أجيزت بالإفتاء والتدريس، كان لها تعليقة في الفقه، وربما كانت امرأة حنبلية تدعى أم عيسى بنت إبراهيم الحربي، أيضا كانت تفتي على المذهب الحنبلي، ربما أيضا كانت لها تعليقة في الفقه وإن كانت المصادر لا تتحدث عن ذلك. هناك أيضا امرأة أخرى هي ستيتة بنت إسماعيل القاضي إسماعيل بن حاملي، وهذه المرأة أيضا كانت تفتي في المذهب الشافعي، وربما أيضا صنفت تعليقة في المذهب الشافعي. لكن كما قلت المصادر تتحدث عن إجازات بالإفتاء والتدريس، ولكن لا تتحدث قط عن إن كنا هؤلاء النسوة اللائي أجزنا بالإفتاء والتدريس قد صنفنا تعليقة في الفقه أم لا. لكن كما قلت من مقتضيات الإجازة بالإفتاء والتدريس تصنيف التعليقة في الفقه. آخر نقطة أختم بها حديثي ولعلي يعني أطلته، وهي من منظور مقارن كانت المرأة المسلمة تكتب وتصنف وتنشر باسمها، مثلا مشيخة شهدة الدينورية لشهدة المتوفاة 574، نحن نعرف ذلك كانت. لكن في البندقية بعد قرن من وفاة عائشة البعونية كانت الشريفات، بندقية فينيسيا إيطاليا، كانت الشريفات من بنات الأشراف هناك يكتبن بأسماء مستعارة، وأحيانا يصدر الكتاب دون اسم مؤلف، وأشهرهن هي مودستا دي فونزي التي أحيانا نشرت كتابات لها باسم مستعار باسم موديرتا، وأحيانا يعني ذهب بعض النقاد الأوروبيين إلى أنها نشرت بعض مؤلفاتها بلا اسم خوفا من غضب عائلتها المحافظة في هذا الوقت. يعني إلى هذا الحد كانت القيود يعني أسلفت في المقدمة أن هناك قيود. نعم هناك تيار محافظ من الرجال لا رأى أن التصنيف والتأليف
ليس من عمل النساء، لكن لم يحد ذلك دون ظهور النساء المؤلفات، هذا شيء. والشيء الآخر أنهن كنا يكتبن وينصبن الكتب إلى أنفسهن، بل إن زوج ست عجم لم يتحرج وهو يتحدث عن زوجته الأمية وأنه كتب عنها. أشكركم شكرا جزيلا، وأعتذر عن الإطالة وأنقل الكلمة إلى أخي الدكتور معتصم. شكرا جزيلا دكتور أحمد. حكى الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث أن الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكران، ومع ذلك ترجم الإمام الحافظ ابن حجر لنحو 400 امرأة أيضا من رواة الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة. وابن عساكر أيضا أخذ عن نحو 84 شيخة. وابن عساكر تأخر في الوفاة في 571 للهجرة. والذهبي قال روت أخذ خلق من التابعين عن الصحابيات، أن الحديث ذكر بمعنى أن وجود مثل هذه الأخوال لا يستلزم بالضرورة، يعني وجود أن الحديث ذكر لم يمنع وجود 400 راوية في من رواة الكتب الستة، فضلا عن أن وجود عدد من الرواة المشايخ الذين أخذ عنهم ابن عساكر. كذلك من أشهر روايات البخاري رواية كريمة التي عليها المعتمد في رواية صحيح البخاري، كريمة المروزية، وكريمة المروزية تأخرت 465 للهجرة توفيت، وغير ذلك. لا أنقل الكلمة إلى المتحدثة الأخيرة هنا وختامها مسك دكتورة نيفين. فيمينست سبيريتشوال ترندز إن كندا، شوية روحية في كندا، تفضل. شكرا. السلام عليكم. شكرا على هذه الدعوة الجميلة، شكرا لحضوركم. الحقيقة أني أعتذر عن التحدث باللغة العربية باللغة الإنجليزية عن اللغة الإنجليزية لنفسي أسباب الدكتورة شروق. ومن الموقع الذي يعتبر فيه الخطاب وبناء المعرفة، وكذلك كيف أن سياق مكاني أثر على عملي. إذن أنا أعمل في جامعة فيكتوريا في تورونتو، حيث أن هناك 7 من المدارس اللاهوتية التي شكلت هذه الكلية والتي هي جزء من جامعة تورونتو، كلها مرتبطة ببعضها البعض في جامعة تورونتو. لماذا من المهم أن أشير أنني أعمل في كلية اللاهوت وكذلك الكتابات الموجودة في هذا المجال؟ إذا كاننا أن نكتب في كلية اللاهوت من منظور إيماننا، وهذه المسألة ليس بإمكاننا أن نقوم بها في كلية الدراسات العلمانية أو الدينية. في 2008 عندما كنت ما زلت طالبة في هذه الكلية، كلية اللاهوت والتي كانت مسيحية، كل هذه الكليات هي مسيحية وكل واحدة لها علاقة بدين أو كنيسة بعينها، والتي أعمل بها التي لها علاقة بUnited Church of Canada. وفي 2008 عندما كنت لا أزال طالبة في جامعة تورونتو، بدأت بنقاش مع صديقة حول كيفية إطلاق برامج الدراسات الإسلامية في كلية اللاهوت التابعة لجامعة تورونتو. الأمور جرت على ما يرام، والآن لدينا برنامج ولدينا كذلك شهادات جامعية بحثية. وفي 2015 فإن مقاطعة أونتاريو أطلقت تشريعات جديدة لقانون العلاج النفسي وكذلك عدد من القوانين الأخرى، ونتيجة لذلك تم تأسيس الكلية المتعلقة بالمعالجين النفسيين في أونتاريو. لماذا هذه المسألة هي مهمة بالنسبة لنا؟ لأنه بالنسبة لهذا التشريع وبسبب هذه الكلية الجديدة التي تم تأسيسها في كندا، بإمكاننا الآن أن ندمج المنظور الإسلامي اللاهوتي في ممارسة العلاج النفسي. إذا كاننا أن ندمج المنظور الروحي والديني في هذا المجال، وهذا فريد من نوعه، وبالتالي الآن بإمكاننا أن ندمج هذه المنظورات في الممارسات الاعتيادية التي تتم.
جدا يسمي هذه المهنة وهي الناشئة تتعلق بالرعاية الروحية والاستشارة الروحية المرتبطة بالعلاج النفسي. هناك عدد من المسميات التي تطلق على هذا النوع من العمل. إذن هذه الرعاية والاستشارة الروحية هي تبدو مميزة، وبالتالي فإن التسمية لهذا العمل كانت تسمى الاستشارة التي تقدم تسمى باستورال كير في الولايات المتحدة. وبسبب السياق متعدد الثقافات ونريد أن نكون متضمنين للتقاليد الدينية اخترنا هذا المسار، ألا وهو الرعاية والإشراف الروحي، وبالتالي تضمن ذلك التأكيد على العلاج النفسي والصحة النفسية وكذلك الاستشارات الروحية. وأين نعتقد هذا الخطاب النسوي الإسلامي أين يكون مساره؟ وهنا أريد أن أتحدث عن ثلاثة من الظواهر في هذا السياق التي أعتقد أنها مهمة للغاية والتي بإمكانها أن تساعدنا في تشكيل هذا الخطاب أو التوجه. إذن لدينا الجانب الروحي ولدينا كذلك القضية المرتبطة بالمنهجية. عندما يتعلق الأمر بالبعد الروحي فإن المعهد قام بدراسة في 2017 في أمريكا الشمالية، و 27% من الأشخاص في أمريكا الشمالية يعتبرون أنفسهم على أنهم يتمتعون ببعد روحي ولكن ليسوا متدينين. ولماذا؟ لأنهم عندما يحتاجون إلى إشارة إلى تحديد دينهم على مثلا استمارة أو ما إلى ذلك يقولون لا ديني أو ما إلى ذلك، وبالتالي فإن التوجه الروحي وليس الديني هو في تزايد وارتفاع كبير جدا، ليس فقط في أمريكا الشمالية وإنما كذلك أوروبا وأستراليا ومناطق مختلفة من العالم الغربي. ما نراه كذلك هناك زيادة من حيث الاهتمام في الجانب الروحي، ومن هذا المنظور في العالم الإسلامي إلى مرحلة ومستوى معين. ورأينا إعادة ظهور الصوفية في الجزائر من خلال عمل الشيخ خالد بن تونس، وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الجزائرية لعمله، ويوم الأمم المتحدة للسلام الذي تم إطلاقه. ورأينا كذلك في مصر والدعم الذي قدمته الحكومة للدكتور علي جمعة والطريقة الصديقية الشاذلية. في العالم الإسلامي هناك أسباب مختلفة وعوامل مختلفة ذات صلة، مثل عوامل سياسية لها علاقة بإعطاء اتجاهات جديدة للتفكير بعيدا عن التطرف والتطرف العنيف. وبسبب هذا الاهتمام الناشئ في مجال الروحية الذي هو في تزايد سريع جدا، ومن سياقي الخاص أعتقد أن البعد الروحي هو نعتقد أننا كحركة نسوية لابد أن نهتم به بشكل كبير جدا في خطابنا. والمسألة الثانية لها علاقة بهذه المهنة الناشئة التي أصبحت ذات شعبية ضمن فئة المسلمين الشباب والقيادة الإسلامية لإيجاد فرص للعمل. وكما نعلم فإن في العصر الكلاسيكي من التاريخ الإسلامي فإن أبو حامد الغزالي يخبرنا أن جزء من سبب كون الناس كانوا مهتمين بدراسة الفقه أنه كان يسمح لهم بالحصول على وظائف، وما يسمح لهم بالوصول على الوظائف هنا في كندا هو مثل هذه الوظائف الجديدة. هناك أدبيات جديدة بدأت تظهر على السطح في هذا المجال، لا تزال قليلة لكننا بدأنا نرى بعض هذه الأدبيات. كحركة نسوية إسلامية، كحركة فكرية، نحتاج أن نهتم بتوفير الموارد لهذه المهنة الناشئة. أحد طلبتي
وهي أول فتاة حصلت على PhD دكتوراه وتخصصت بالاستشارات والرعاية الإسلامية الروحية، وتحدثت عن الاستشارات الدينية وكيفية مساعدة النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي. هذه من الجوانب التي نحتاج أن نهتم بها ونطورها. النقطة الثالثة التي أفكر فيها من منظور سياقي هي مسألة المنهجية. إذن المنهجية، وحسب تجربتي وكذلك تجربة الكثيرين الذين يشبهونني، عندما نتوصل بتفسيرات جديدة، ربما تفسيرات مقنعة، سواء تعلق الأمر بالتفسير أو الفقه أو أي من المجالات الأخرى المرتبطة بالإسلام، نحن عادة نلتقي أو نتلقى اتهامات وليس يقولون ليس لدينا منهجية، والمنهجية الكلاسيكية يعتقدون أنها رائعة، لكن هناك نقطة وجيهة يقدمون هنا. وأنا أتفق أن التقاليد الإسلامية توصلت إلى أفكار مهمة جدا تتعلق بالمنهجية، لكن هذه المنهجيات ظهرت بعد تفسير القرآن والفقه الإسلامي أو ما إلى ذلك، وبالتالي الإصدار حكم فقهي والتفسير ظهر أولا، وبعد ذلك الناس بدأوا يفكرون في نظريات التأويل، سواء كانت هذه تتعلق بالنصوص أو ما إلى ذلك. ما لم يحدث هو أن الناس لم يعودوا لمراجعة التفسيرات المختلفة والجانب الفقهي. نعم، نحتاج أن نهتم بشكل كبير جدا بالمنهجية، ومن هذه النشاطات التي تتم أو تمت، إذن بإمكاننا أن نعيد مراجعة بعض التفسيرات من خلال هذه المنهجيات الجديدة التي توصلنا إلى تفسيرات متناسبة أكثر بسياقنا المعاصر. إذن كيف بإمكان هذا السياق المحدد، كيف بإمكاني أن يؤثر على عملي؟ إذن سأتحدث قليلا عن عملي قبل بدئي بالعمل في الكلية، وكيف أنني تأثر عملي بعد دخولي لهذه الكلية. إذن مجال تخصصي هو القرآن والدراسات القرآنية. أنا عالمة قرآن، ومن الأمور التي تهمني والتي أحب أن أستكشفها هي تنظيم القرآن. وقبل التحاقي بإيمانويل كوليج، ما قدمته في أطروحتي الدكتوراه، نظرت وقاربت القرآن على أنه نص سمعي يسمع، وبالنسبة لهذه الهياكل أو البنى المرتبطة بالنص السمعي هي تكون مختلفة عن البنى التنظيمية للنصوص الأخرى التي نعرفها بشكل أو بآخر. في النص السمعي التكرار يكون مهم جدا، أشياء صور التي تساعد في تنظيم النص السمعي، وهناك تكرار قبل وبعد وحدة معينة لإغلاق أو إنهاء وحدة معينة. بعد تكرار هذه الجملة هذا يكون إيحاء بنهاية الجملة، وكأنها حلقة لتنهي بها الفكرة. هذه تعتبر من الصور التي تعتمد والتي أحب أن أنظر إليها، أن أدرسها وأرى كيف تجري في القرآن. هناك البدائل والأفكار البديلة، بعض الهياكل والبنى المختلفة وغيرها من الصور
المعتمدة في هذا النص الشفوي. إذن هذا ما أسميه بالـ Poetics of the Narrative Structure، هياكل السردية والمعاني المترسخة في هذه البنى، والتي أسميها بالتأويل المتعلق والمرتبط بهذه البنى القرآنية. أريد أن أعطيكم مثال من سورة البقرة والتي تتضمن هذه الصور المختلفة، والتي هي موجودة في ثلاثة أبعاد متعلقة بالإنسانية وأبناء إسرائيل والمجتمع. كل واحدة لها قصة الإنسانية، وكذلك خلافة الله على الأرض وآدم وحواء والعهد عهد موسى، وكذلك ظهور المجتمع المسلم، وكذلك عهد إسماعيل وإبراهيم، وكلها تتضمن هذه البنى المختلفة أو الألواح. ما الذي يعني هذا الأمر من حيث المعنى؟ هذا يعني أنه عندما نحظى بامتياز، أن نكون في موقع امتياز، فإن هذا يتضمن بعض التعليمات والمسؤوليات الخاصة واستعراضات للأداء وما إلى ذلك. وهذا يوحي بوجود بيداغوجية للمسؤولية. إذن سوف أنتقل إلى العمل الذي قمت به لاحقا، وهذا السياق الذي تحدثت عنه في سورة النساء الآية 54، وكيف أثر ذلك على عملي. إذن لكي نختصر المسألة، أنظر إلى القرآن كطريقة روحية منظمة وتعنى بالبشر والإنسانية من خلال النظر في النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة وغيرها. إذن كنص قرآني يحاول أن يرتقي بالإنسانية، وكل سورة ترتبط بسورة قبلها وبعدها بجمال مميز. سبحان الله، الفاتحة على سبيل المثال تعزز العلاقة مع الله، ومن ثم البقرة التي ترسي دعائم العقيدة الإسلامية، و من ثم سورة آل عمران. وما تقوم به السورة هي أنها تركز على أهمية النبوة ووحدانية الله، ومن ثم سورة النساء حيث تقع الآيات المهمة التي سلطت الضوء عليها. وسورة النساء أيضا تنظر في العلاقات الإنسانية ضمن مجتمعات معينة، وسورة المائدة على سبيل المثال تتحدث عن العلاقات مع المجتمعات الأخرى. إذن هنالك أيضا كثير من السور التي تعنى باتباع السلوكيات الأخلاقية وعلاقة المرء مع نفسه ومع الآخر. السورة 34 طبعا لا تتحدث عن ضرب النساء، ولكنها تتحدث أيضا عن أمور أخرى متصلة بتعدد النساء، وأيضا الأمور المرتبطة بالنساء القانتات. إذن هذه السورة أنظر في تدخل أو استراتيجية تدخل أخلاقية تدرس المجتمع والأفراد مكافحة ضرب النساء. وطبعا هذه الاستراتيجية استراتيجية وقاية، وهي استراتيجية تعنى بالمشاعر الإيجابية كالحب ودماثة الأخلاق واتباع الممارسات الإيجابية، و
هناك استراتيجيات أخرى تعنى بالخوف والمنع، وبالتالي فإن الجزء الأول الجملة الأخيرة لو سمحتي، يقول مدير الجلسة ربما جملتان لو سمحت. لقد تعديت أكثر من 20 دقيقة. إذن ما تقوم به هذه الآيانة توفر أدوات علماء النفس يمكن استخدامها لتعليم الأفراد والمجتمعات لمكافحة ضرب النساء. شكرا لكم. شكرا للدكتورة نيفين. Thank you very much, دكتورة نيفين. يعني لا كان المفترض أن أقول كلمتي أيضا، ولكن سأقصيها وأقصي نفسي في وجود الغلبة النسوية هنا. فيما تبقى من الوقت وهو قليل، لأننا بدأنا متأخرين أصلا، سأتيح العشرين دقيقة المتبقية لكم لمن لديه تعليق أو سؤال أو استضاح. تفضلي دكتورة فريدة، أعتقد عندك المايك شغال. السلام عليكم، بارك الله فيكم. أبدأ بال يعني من الدكتور أحمد، يعني فقط يعني جملة قالها وبعدين أنطلق الدكتورة زهية، يعني في مقاربة فقط. أنت قلت إنه يعني مهم من خلال ملخص المحاضرة يعني أو ما قرأت إنه التصنيف ليس من شيم النساء. يعني أنا يعني أضرب لك مثال بسيط، ماذا تنظر في القاعة أين هن النساء؟ دقيقة لا يعني من خلال ما نقلته، من خلال ما نقلته، نعم يعني أنا معك في هذا الأمر. أيوة يعني أين 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 هن النساء؟ يعني لا النساء لا تصنفنا مثلا أنا كباحثة ونيفين وشروق وزاهية. يعني إذا كلام تاريخيا وليس الآن، يعني عموما حتى يعني إحنا نعيش لحد اللحظة هذا الإشكالية. إحنا عندنا يعني كمسلمين يعني مقتنعين، يعني أنا أتكلم من 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 الأرضية أو الأساس لجميع النساء، يعني باحثة أو غير باحثة، أن النساء عندهم وظيفة بيولوجية ووظيفة فطرية سواء كنت مسلمة أو غير مسلمة. لأنه حتى إشكالية الكتابة عند الغربيات مثل ما عندنا أحن، النساء يعني قليلات لأنني أؤدي وظيفة أخرى، فأنا يعني أكتب، نعم أكتب لكن بطول نفس، يعني ممكن بحث أكتبه في 3 سنوات، كتاب أكتبه في 4 سنوات، يعني والحمد لله يعني أنا مقتنعة بهذا الأمر لأنه عندي وظائف أخرى. فهو هذا في الفكرة الثانية هي، وأنا يعني معك في هذا الأمر يعني من خلال قراءاتي في هذه كل المسائل، يعني وأدب الطالب لابن سحنون، أنه التعليم أو مجالس العلم قبل مريم الفهرية ولا القيروان أو الفاس كان في المجالس، مجالس العلم كان في المسجد، والمسجد يا إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء، وهذا أمر يعني تغيب عنه. فإن الفكرة أنني لما أنا أجي أنقد التاريخ أو أنقد التطور، يعني تطور المجتمع الإسلامي كما هو يعني المجتمع الغربي، إحنا مرينا بمراحل كثيرة، يعني مراحل هي تراتبية أو مراحل تسلسلية نحتاج فيها دائما، هو هذا اللي كان يغيب، ضمانات خروج المرأة. يعني أنا كامرأة باحثة أنا الآن هنا لأن زوجي في البيت مع الأولاد، وزوجة الدكتور معتز أين زوجتك؟ مع الأولاد. وهك يعني الحقيقة، يعني لماذا نهرب من هذا الواقع؟ الدكتورة فريدة موجودة لأن الدكتور بدران يعني هو يدري أن هذا الموضوع يخصني أكثر شيء. فيعني لا يحتاج الأمر إلى أننا أنطلق إلى الدكتورة زاهية، يعني لما أنت صنفتي، وهذا يأتي إلى المرحلة الثانية. نحن كباحثات، وأنا متخصصة في الفقه وأصول الفقه، نحن كباحثات ننطلق من الذي سميته المعرفة الإجرائية. يعني أنا كامرأة مسلمة ما راح أكتب في التفسير أو الحديث، هذا خلاص انتهى. يعني إحنا كمسلمين مقتنعة من أنه لا ذكور ولا إناثي، وهذه هي اللي أنت ختمت بها المحاضرة، نريد منظومة ونسق فكري معين. معناها أنا راح يعني سأذهب إلى the Islamic feminism، وهذا إحنا نحارب الفيمينيزم، وأذهب إلى أنني أريد أن أجعل لنا كمسلمات منظومة فكرية نسوية. يعني أنا هذا
هي لا تحارب الفيمينيزم. هي لا تحارب الفيمينيزم. لا لكن في النهاية قالت إحنا ودنا منظومة. هي تناظر من أجل الفيمينيزم. أنا الدكتورة فريدة وزاهية والشروق وصديقاتي في السعودية وعندي ما شاء الله عليهم، لكن ما نمشي في خط لأني إحنا نشتغل على الأمر الإجرائي. يعني المرأة النساء أو الأمهات اللي في البيوت يسألنا مثلا عن النمص ولا عن الإجهاض ولا عن الميراث، هذا إشكالات واقعية حقيقية، فلماذا أنا أكتب في شيء بعيد؟ يعني هذا يعني من رأيي. لما قلت يعني أنا هنا صنف إجرائي ومعرفة نسق ديني، إحنا كمسلمين مقتنعين من أنه إشكاليتنا إشكالية إنسان عموما. يعني أنا كمسلمة أقتنع من أنه ما في ذكر وما في أنثى، نحن اثنين يعني أون باغلال، إحنا نمشي مع بعض في إنتاج المعرفة، أنا من مجالي والآخر في مجاله. الفكرة التاريخ يعني هي المرأة لم تغيب، لكن هو هذاك الواقع. يعني أنا مشيت إلى الدول اللي كان فيها الحضارة الإسلامية، النظام التمدرس الآن الحمد لله إحنا في مدارس بنات وفي هذا، قديما ما فيه. هل أنا يعني أنتقد منهم؟ والله هذا هو التسلسل، أو هذا هو فلسفة العلوم عموما، والله شكرا. أعلم يعني. في الآخر تفضلي. شكرا جزيلا للمحاضرة. تعليقات سريعة، كنت أتمنى حقيقة أني أجد ضبط لمنهجية الطرح. يعني كنت أتمنى أنه نعرف بالضبط ما المقصود في الإنتاج المعرفي للنساء. هل المقصود المصنفات؟ هل التصنيف فقط هو الذي يقيم إنتاج المرأة المعرفي؟ ألا يمكن للمرأة أن تقيم نفسها في إنتاجها المعرفي من خلال دعم لزوج أو تربية لابن أو توجيه لأخ؟ يعني هناك إنتاجا معرفيا للمرأة ينبغي أن يؤخذ ببعد مختلف تماماً عن البعد الذي سمعناه من أساتذة المنصة، ولهم كل الشكر والاحترام. في تاريخنا الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم من عصر الوحي قال للشفاء علميها الخط. إذن مطلوب من المرأة أن تطلع على المعارف وأن تورث هذه المعارف، لكن ليس بالضرورة أن تورثها تصنيفاً كما يتاح للرجل. وهناك أسباب جداً منطقية وجداً واضحة وبدهية في المجتمعات لماذا التصنيف الورقي أو التصنيف الكتابي عند الرجل هو أكثر منه عند المرأة. وحقيقة نحن سئمنا من سيمفونية النسوية والذكورية حقيقة. يعني هناك لابد أن يكون هناك انضاج وإبداع لمصطلح آخر يراعي ثقافتنا وتاريخنا وحضارتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أي سؤال أو تعليق آخر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقاط سريعة، أول نقطة أننا في بعض الأقوال نسبت إلى أصحابها، وهي في الحقيقة تحتاج إلى مراجعة دقيقة، وكثير منها لأن البعض ربما الذي لم يطلع عليها ربما يظن أن فلان أو فلانة وهما قامات إسلامية كبيرة قالوا مثل ذلك. في أقوال نسبت إلى السيدة خديجة وهذه لا، إلى السيدة خديجة وهي غير صحيحة. 90% من نسب إلى سيدنا علي هذا غير صحيح، وما إلى ذلك من قامات سيدنا عمر بن الخطاب لم يقل، وما إلى ذلك بواقعهم وتاريخهم ونقل عنهم يخالف ما قيل. الأمر الثاني يجب أن نفرق بين أمرين. الأمر اللي هو عادات وتقاليد وتعاليم الإسلام التي لم تفرق وسوت بين الذكر والأنثى، المرأة والرجل، ودعتهم إلى التعليم والتعلم والفقه وما إلى ذلك، وبين بعض العادات والتقاليد للشعوب والقبائل والمدن التي حالت إلى أن المرأة تأخذ هذا النطاق. الأمر الثالث إن حتى إن في فعلا طبيعة للمرأة حتى الآن في هذا العصر اللي أصبحت الجامعات بجوار البيوت، حتى في أوروبا المتقدمة نسبة المرأة فين؟ أين هي نسبة المرأة؟ يعني نسبة المرأة فين كرئيس الدولة كمتفقها ككاتبة؟ نسبة قليلة، لأن الله خلقها كما قال البعض، خلقها إلى وظيفة لا يستطيع أحد غيرها من الرجال أن يقوموا بها. وهذا وأنا أميل ما قال الأستاذ العقاد إن الله قد قفل المرأة إلى أن تقوم بتربية وتنشئة الأجيال وفرغ الرجال إلى هذا الجهد العظيم. للأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مثلا الكتاب يقول لي صفحات من جهد وما صبر العلماء على شدائد العلم. فإلا العلم وفي التاريخ الإسلامي العلماء اللي يعني كانوا يقطعوا أشواط شهورا طويلة إلى طلب العلم لا تستطيع المرأة مع سيكولوجيتها إنها تقوم بهذه الرحلات.
فبالتالي كفى الله المرأة لها بيتها لتقوم بهذا الدور العظيم اللي مش هيقدر أحد أن يقوم به، وفرغ الرجال، لذلك كانت نسبتهن قليلة ولكن دورهن عظيم عند الله وعند الأمم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضلي. ممكن تضغطي على المايك قدامك. السلام عليكم. طيب لن أطيل كثيرا، لكن حتى لا يتحول الموضوع لوظيفة المرأة ووظيفة الرجل، ليس هذا مجال النقاش، لكن سؤال مثلا في دراسة التاريخ أو الأمثلة التي ذكرت، هنالك كثيرا من الأمثلة التي تناولت لم تشر إلى علماء مثل أبي حنيفة أو كثير من الأئمة الذين لم يكن لهم مصنفات. إذا دخلنا في هذا الباب، فهو الموضوع أحيانا كان يعتمد على التلامذة، كان يعتمد على من ينقلون العلم أكثر من كونه فقط إحالته إلى المرأة ودور المرأة هي بجهدها كعالمة أو كمحدثة إلى آخره. شكرا. شكرا جزيلا. تفضلي. أنا يعني هذا برضو من جهلي بالموضوع. هلأ في الزمن القديم لما كان مؤلف يكتب كتاب، طب هلأ هذا الكتاب انكتب، إحنا كم شخص لازم يكون نسخ ونسخ ونسخ لحد ما إحنا وصلنا هذا الكتاب؟ فهل المشكلة كانت إنه let's say المرأة كتبت الكتاب، هل المشكلة كانت في إنه المفروض ينسخ هذا الكتاب لم يضع ثقة في مثلاً علمها، وعد لذلك لم ينسخ هذا الكتاب؟ فهذه الحلقة اللي ضايعة في النص مثلاً، إيش المعلومات عنها؟ نعم، النسخ طبعاً مرتبط بالسوق، فالكتاب الذي له سوق سينسخ كثيراً. سأكتفي بهذا القدر حتى لا ترد علي الدكتورة زهية. أي تعليق آخر أو سؤال؟ طيب نكتفي بهذا، سنعطي دقيقتين لكل متحدث. تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا طبعا أشكر كل المدخلين. فيما يتعلق بما أشرت إليه من وجود قضية انشغال النساء، قرأت لبعض المؤرخين، وأظن إذا يعني لم تخن الذاكرة أنها أسماء سيد، أعتقد يعني هي قالت أن ثقافة القرون الوسطى في ديار الإسلام وفي العالم الإسلامي لم تشجع، ثم بجملة اعتراضية أيضا أردفت قائلة كما في أي مكان آخر، هكذا على إطلاقها، لم تشجع المرأة على انشغال بشيء خلا شؤون المنزل. وهناك أيضا يعني فيما يتعلق ب قضية دور المرأة العظيم الذي لم يذكر أو لم يسطر في كتب التاريخ، وهي التربية والتنشئة. وده أنا طبعا أتفق تماما مع هذه النقطة، وأحيلكم إلى قول أبي سعد السمعاني في كتاب الأنساب، ويتحدث عن أمة الله أخته. ماذا قال السمعاني؟ إذا لم تخن الذاكرة أنا أحاول استحضار النص من الذاكرة، يعني قال: أمة الله أختي كانت امرأة عفيفة صوامة قوامة، قرأت عليها القرآن وأجازت لي في حداثتي. هكذا قال أبو سعد السمعاني. إذن لعبت المرأة دورا عظيما في قضية تنشئة وإعداد أجيال من العلماء، هذا الأمر لا غبار عليه، تمام. ولكن الإشكالية أين؟ أنه غير مدون. يعني لو لم يتكلم الإمام أبو سعد السمعاني عن أخته ما عرفنا أمة الله. وأجازت لي، هكذا يتحدث عنها. هنا كم امرأة فعلت هذا الدور أو مارست هذا الدور في بيتها؟ يعني علم الله. لكن هذه الظاهرة كانت منتشرة، قضية المرأة المتعلمة التي يعني ابن الجوزي تحدث بقدر من الإكبار عن عمته التي حملته إلى مجلس أبي الفضل ابن ناصر، أول شيخ لابن الجوزي، وهذا أمر يطول. قضية نسخ الكتب، أختي الكريمة، يعني في العالم الإسلامي لدينا تقريبا يعني في بعض التقديرات، وهي جوزيف يعني لم يحصي أحد عدد المخطوطات الموجودة في العالم الإسلامي على وجه الدقة، لكن يقال أنها 3 ملايين نسخة في بعض التقديرات، تحمل 1,000,000 عنوان. دقة هذا لا، فقدت
أو فقد عدد كبير من أمهات الكتب. يعني إذا خصصت الحديث عن التاريخ تمام، هناك مثلا كتاب تاريخ ثابت بن سنان، كتاب كبير ضخم لم يصلنا منه إلا شذرة بسيطة جدا. معايير انتقال أو وصول الكتاب إلينا يعني، وطبعا هناك عدد كبير من الكتب وصلتنا لكن غفلة من العنوان وأحيانا من اسم المؤلف، مثلا العيون والحدائق في أقبال الحقائق. تمام؟ طب أوكي. إذن يعني قضية نسخ الكتب وكم من المؤلفين، كم من النساخ يجب أن ينسخوا الكتاب حتى يصل إلينا، هذه قضية يعني بتلعبت فيها ماذا نقول الصدفة دورا كبيرا يعني. ولكن لم تكن من قبيل المصادفة أن مثلا كتابات المعتزلة على غالبا لم تصلنا، يعني لم تنسخ لم إلى آخره، إلا إن كانت في حوزة عالم أو شيء من هذا القبيل. طبعا أنا يعني ربما تعديت الدقيقتين. شكرا جزيلا. شكرا. أنا في الحقيقة يعني أكثر ما قيل هو تعبير عن قناعات يعني، والقناعات فيها دائما جانب شخصي، هنيئا لكم بقناعاتكم. أما أنا فباحثة، ليس لي سوى أسئلة واحتمالات وفرضيات، والسؤال الذي طرحته سيدتي أطرحه عندما أجد آلاف من النساء يترجم لهن وتكال لهن يعني المديح حول علمهن وتبحرهن وغير ذلك، يطالعني سؤال، لماذا لم يصلنا شيء مما يحتمل أن تكون هؤلاء النسوة صنفنه؟ هل إنما صنفنه لا يرتقي إلى المعايير التي يجب أن يرتقي إليها ما يستحق أن يدون؟ أم لأن التدوين، ولعل بعضكم يعرف أهمية التدوين وأطروحة محمد عبد الجابري حول التدوين وعلاقته بالثقافة ودوره في تشكيل الثقافة وغير ذلك، التدوين سلطة، تدوين العلم هو سلطة، العلم سيظل موجودا نظريا إذا لم يدون، وهذا هو الأمر بالنسبة إلى معرفة النساء في المجال الديني. أنا أتحدث عن المعرفة الدينية، لأنه وصلتنا أصناف أخرى من تآليف النساء، عندنا دواوين شعر للنساء عندنا، ولكن لم تصلنا من تصانيف النساء في المعرفة الدينية إن وجدت سوى النزر اليسير الذي وصلنا عبر وسيط كان يجب أن يتبنى الرجل بعض معارف النساء حتى تصلنا. إذن أنا أريد أن أفهم الظاهرة وأضع احتمالات لذلك. هذه الحلقة التي تحدثت عنها وضاعت وبسبب ضياعها لم يصلنا ما قد يكون النساء صنفناه، أتساءل عن سبب انعدام هذه، هل لها علاقة بالسوق كما قال الدكتور معتز، هل لها علاقة بنوعية ما أنتجته النساء، هل له علاقة بذهنية وعقلية وموقف، موقف يعتبر أن النساء لم يوجدن للعلم، وهو نفس الموقف الذي نسمع أصداءه في هذه القاعة. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة شروق. شكرا على التعليقات. يعني أنا أفهم الاعتراضات على الفكر النسوي، ولكن أيضا كباحثة يعني أقيم هذا الفكر من منظور يعني منظور منهجي وفلسفي أيضا، ولي عليه مآخذ، ولكن أظن أنه طرح أسئلة مهمة. بالنسبة للسؤال الذي أنا أهتم به وهو التنظير لإمكانية إنتاج المرأة للمعرفة الإنسانية أو حتى في التراث الإسلامي للمعرفة الإسلامية، يعني ما حدث في التاريخ قد حدث ويستحق النظر ويستحق التحديق والانتباه. يعني ظاهرة عدم وصول تصنيفات لمشاهير النساء في العلوم الإسلامية، وأطرح
يعني أو أشارك يعني بقول للإمام النووي، وهو إمام فقيه وعالم في الأصول، وله في باب أدب المفتي والمستفتي قول جميل يقول فيه: في شرط المفتي المجتهد والمنتسب والمقلد، شرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا، يعني إذا افترضنا كل هذه الشروط تواجدت، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. يعني هنا ليس هناك أي عائق أمام إنتاج المرأة المعرفة على أي صورة، سواء من خلال التدوين أو حتى الإشارة. يعني هذا يستوقفني، لأن يعني من منظور ديني مقارن واجتماعي تاريخي كان هناك تحديات كبرى في ثقافات أخرى لانخراط المرأة في العلم والتدوين ونقل العلم حتى شفاهة أو في تعليم الأطفال، يعني إلى آخره من الآراء التي نقول عنها ميسوجينيستك أو تعبر عن بغض المرأة. ونجد في التراث الإسلامي والتراث الأصولي هذه المقولة. أنا أتوقف عند هذه المقولة كثيرا، وأعتقد يعني مهم دراسة التاريخ، ولكن أيضا مهم فتح أبواب من داخل التراث لرؤية أو إعادة رؤية دور المرأة في إنتاج المعرفة. وصحيح مفهوم إنتاج المعرفة يحتاج إلى ضبط، ولكن قد يكون هذا حديث آخر. أريد أيضا أن أذكر يعني أستاذتي منذ الطفولة من خلال قراءاتي وليس من خلال التتلمذ على يدها، الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. يعني ذكرنا رائدات القرن العشرين ولم نذكر الدكتورة عائشة عبد الرحمن، ولها قول قد يهمك دكتورة فريدة، يعني الاسم صحيح. هي قالت في الفقه وخاصة، وهذا قول قديم، الناحية الإجرائية، وقد نختلف معها، أن الفقه علم نضج واحترق، وعلم اللغة علم نضج ولم يحترق، وعلم التفسير علم لم ينضج ولم يحترق. ولذلك اهتمام، يعني أعتقد أن اهتمام المرأة في إنتاج المعرفة الدينية من خلال باب التفسير أو علم التفسير هو اهتمام بالعودة إلى النص القرآني لاستقراء الأصول الكبرى، وهذا ما حاولت يعني على عجالة اليوم، استقراء الأصول الكبرى وإيجاد موطئ قدم للمرأة في تلقي الوحي. وقد أشارت الدكتورة زهية لطيفة كما يقول أهل التفسير جميلة جدا، وهي أول مفسرة في الإسلام هي السيدة خديجة، فقد فسرت نزول الوحي قبل أن ينطق الوحي أو حتى قبل أن يفهم منه رسالة كاملة. وقد نستطيع أن نقول أن هناك الكثير من النساء اللي استنطقن الوحي في عصر النبوة، وكنا يعني ومذكورات في أسباب النزول، ومنهم سيدات من خارج بيت النبوة مثل خولة بنت ثعلبة المجادلة التي سمع الله قولها. وسماع القول ليس فقط المزية هنا، سماع هي مزيتها أنها أصرت على أن ينزل الوحي بحل للمشكلة فهما منها وتفسيرا، لأن الوحي أو لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجى جزيلا على المن. شكرا على جميع تعليقاتكم. الحقيقة عندما قامت الحركة النسوية في مصر منذ أكثر من 100 عام، كانت يعني حركة تحرير المرأة كانت مطالبها بسيطة. أولها أن تتعلم الفتاة تعليم ابتدائي، يعني تستطيع القراءة والكتابة، لأن قبل قيام هذه الحركة كانت الفتيات بصفة عامة لا يتعلم. فكوننا نستطيع أن نقرأ ونكتب الآن، هذا من فضل قيام الحركة النسوية علينا جميعا. الأزهر الشريف
أسس سنة 970 تقريبا ميلاديا، ولكنه لم يعلم النساء، لم يفتح أبوابه لتعليم النساء حتى سنة 1961، يعني تقريبا 1000 سنة الرجال يتعلمون كل ما يريدون، سواء فقه، قرآن، حديث، تفسير، كل اللي هم عايزينه، ولكن النساء ليست أمامها نفس الفرصة. كون أن الأزهر فتح أبوابه لتعليم النساء، هذا من فضل قيام الحركة النسوية. الحركة النسوية هي التي أعطت كل سيدة وكل فتاة الخيار، يعني هل تريد أن تقتصر مجهوداتها على الدور العظيم في تربية الأولاد وإدارة المنزل، أم تخرج لتتعلم ولتعمل. فالحقيقة يعني أنا أرى أن ضروري أيضا أن نحترم مجهودات هؤلاء النساء والرجال الذين أيدوهم، وشكرا. شكرا جزيلا. أشكر باسمكم جميعا المتحدثين على مداخلاتهم، وأشكركم جميعا أيضا على الحضور والتفاعل، وإن شاء الله نلتقي في لقاء آخر في موضوع جديد إن شاء الله. دمتم بخير.